شهدت محافظة الأقصر احتفالات لأعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع والاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد. وتزين كورنيش النيل في الأقصر بالأنوار وأشجار كريسمس، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية خلال احتفالاتهم بهذه المناسبة. احنا بنخرج احنا واصحابنا على الكورنيش، والحاجة دي برضو كويسة للسياحة، نشاط السياحة برضو لما بيشوف الأهالي طالعة الناس بتحتفل يكون شكل احسن واحسن يعني، ودي حاجه بالنسبه لنا احنا جميله. امنياتي ان ربنا يكرم كل الشباب في السنه الجديده باذن الله، وما يحرمش حد من حاجه نفسه فيها. بدايه راس السنه مع بدايه عام جديد ملمومين احنا كده، احنا والاصحاب والاصدقاء، وجايين نحتفل مع اخواتنا المسيحيين على ارضنا وسط الاثار، وبنحتفل بالذكرى. ده يوم مميز يعني، بيجي مره في السنه، وان شاء الله 2023 تكون سنه فتحت خير علينا المصريين كلنا. والله ان شاء الله يوفق الناس كلها، ويوفقنا باذن الله كده في السنه الجديده، وتبقى سنه سعيده على الناس كلها ان شاء الله.